توفي لنا أقرباء وتوفي لنا أناس نحبهم في الله، نسأل الله نجعل مثواهم الجنة. مثواهم يجوز تقول مثوى من مأوى، مثوى مو جهنم، لا كله جائز. المثوى والمأوى كله صحيح، يطلق على المكان والنزل، بس احنا المثوى المتكبرين مثوى مثواهم النار آيات، وفي مأوى عن الجنة، لا هذا على حسب صياغة الآية. يجوز قول مثوى الجنة ومأوى الجنة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. لكن الخطأ تقول انتقل إلى مثواه الأخير. شو الأخير؟ لا يبتوا الناس في عذاب قبر، في نعيم قبر، في حياة برزخ، في حياة ثانية. شو انتقل إلى مثواه الأخير؟ وهذه كلمة خطأ وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحف اليومية وغيرها. انتقل إلى مثواه الأخير، لا، المثوى والمأوى نفس المعنى. والدليل عن المثوى تقال في شيء خير كما جاء في قصة يوسف، أكرمي مثواه. يوسف عليه السلام ماذا قال؟ قال إنه ربي أحسن مثواي. يعني يجوز، يبا حرم علينا، ما يجوز تقول مثوى ومأوى، مثوى للجهنم ومأوى. احنا قلنا هل صاحب السمو نسأل الله تعالى نجعل مثواه الجنة، ما الكلام، ما في حرج، مثوى ومأوى كله جائز ولا حرج. لكن تقل مثواه الأخير، هذه خطأ كلمة الأخير، لأن في حياة برزخ ما انتهت الدورة لحد الآن، يقولوا له بالكلية ولا امتحان الأول، فهناك حياة برزخ. لا ننكر عذاب القبر ولا ننكر نعيم القبر ولا ننكر هذه الأمور الموجودة ثابتة في السنة، لكن قول مثوى مأوى كله جائز. أعيد الدليل، يجوز تقول مثواه الجنة وعسى مثواه الجنة. الدليل الآية قلنا في سورة يوسف ماذا قال؟ أكرم مثواه عسى ينفعنا أو نتخذ ولدا. أكرم مثواه أي مكانه ومقامه. يوسف عليه السلام قال يعني إنه ربي أحسن مثواي، ولا حرج تقول مثواه الجنة، نسأل الله يجعل يعني آباءنا مثواهم الجنة يا حي يا قيوم رب العالمين. وكل من كان يعني من أهل الخير شرواكم وتوفي له قريب ندعو له بالمغفرة والرحمة.